زار وفد إيطالي مكون من برلمانيين وأكاديميين وصحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان معبر رفح الحدودي. وخلال الزيارة طلب الوفد الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، كما دعا الوفد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل وإنهاء الحرب. هم دول عبارة عن وفد برلمانيين إيطاليين ووكالات وسائل إعلام إيطالية ومنظمات مجتمع مدني إيطالية عاملة في مجال حقوق الإنسان والإغاثة. بعضهم كان بيعمل داخل غزة، فهو على دراية بطبيعة الشعب الفلسطيني ومدى طيبته ومسالمته، إن هو مش شعب معتدي. فهم جايين النهاردة يقدموا رسالة احتجاج أمام معبر رفح للعالم كله، عنوانها بيختزل في كلمة واحدة: أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا إطلاق النار.